السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم طلاب؟ شلونكم؟ إن شاء الله بخير، أتمنى لكم الصحة والعافية. طبعا بالنسبة للمحاضرة هي عبارة عن تطبيقات عملية إحنا أخذناها بالمستشفى الجمهوري كركوك. هذه إنه حبيت أسوي لكم إياها كمحاضرة أو كملزمة وأنزل لكم إياها بالقناة حتى إن شاء الله تستفادون من عندها، وتكون عندكم معلومة ممكن تراجعوها أكثر من مرة حتى توصلكم الفكرة والمعلومة بالنسبة للطلبة اللي ما كانوا يحضرون بالمستشفى، حتى تعم الفائدة بالنسبة لجميع الطلاب. طبعا هاي المحاضرة هي عبارة عن Practical Applications on Siemens City Machine 64 Slice، هو عبارة عن تطبيقات عملية على جهاز Siemens Machine 64 Slice. مبدئيا طبعا عندنا بالنسبة لي أول شيء أو أول جزء ممكن إحنا نصوره بال سي تي سكان نوعية سيمنز أو أي نوع آخر اللي هو البرين سي تي سكان. وإحنا نعرف البرين سي تي سكان كتعريف بسيط للبرين سي تي سكان: A head CT scan uses X-ray and computers to create multiple image of the inside of the head from various angles. يعني انت تصور تستخدم السيتي سكان اللي يتكون من اكس راي اشعه وكمبيوترز تو كرييت لانشاء صور متعدده للداخل الهيد الراس from different angles from various angles من زوايا واماكن متعدده. It can easily show the size and location of any abnormalities present in the brain. يعني هو ده يصور لي حجم، ده يوضح لي حجم وموقع أي شيء abnormalities غير طبيعي يتكون in brain في البرين الدماغ. أنا لخصت هذه الأمور حتى ما يدوخ الطالب، لخصت هذه الأمور بالسناتر. عادة الأهم شيء، أهم خطوة أنت تقوم بها بالنسبة للتصوير بالأشعة المقطعية السي تي سكان هو السنتر. كلما كان سنترك مضبوط كلما صورتك كانت أوضح وأرتب وتكون أنت شغلك يكون بروفيشنال أكثر. بالنسبة للسنتر أوف برين سي تي، أولا نبدأ بالنسبة لوضعية المريض أو البيشنت بوزيشنينج، وضعية المريض. البيشنت عادة should be supine or prone، عادة اما يكون supine بالوضعية supine يعني lying on the back يعني نايم على ظهره، or prone lying on the face and head first. بما انه انا دا اصور البرين فيجب ان يكون الرأس هو اول من يدخل الى الجانتري، من غير المعقول ان يكون القدم هو اول من يدخل الى الجانتري، فلذلك يجب ان يكون head first، يكون supine head first prone head first into إلى الداخل من الجانتري. center the table، السنتر مال التيبل يكون بالكورونال لاين. السنتر مال التيبل احنا نعرف ان التيبل يكون افقي، الكورونال لاين يكون ايضا افقي مع منه. كورونال لاين يكون parallel with external auditory meatus، يكون parallel موازي مع الـ external auditory meatus قناة الأذن الخارجية أو مختصرها الـ EAM. كن is an center of the gantry. إذا السنتر الأول للكورونال لاين يكون أما على الـ external auditory meatus يعني مع الأذن، أو يكون between eye and ear يعني يكون ما بين العين وال ear الأذن. تمام، هاي إن شاء الله تكون واضحة. بالنسبة للسجيتال لاين، من اسمه سجيتال لاين، إحنا نعرف السجيتال بلان اللي هو المستوى السجيتال اللي divided the body right left اللي يقسم الجسم إلى right و left. فالسجيتال لاين يكون in midline في خط الوسط. طبعا الهدف والغاية من السجيتال لاين إن يكون no rotation، لا تدوير أو انحراف بالنسبة للجزء المراد تصويره. يعني فلنفرض أن أصور أنا البرين سي تي سكان، البرين سي تي سكان يجب أن يكون نو روتيشن يعني ما بي ميلان، يكون بالضبط بالسنتر ميد لاين. تمام طلاب، أعتقد هذا الموضوع واضح وبسيط بالنسبة لكم. عندنا تو هورزنتال لاينز،
The first horizontal lines أول خط أفقي اللي هي المحددات اللي نحدد من عدد جزء المراد تصويره، الجزء المراد تصويره نحدده. هسه احنا لما نجي نصور بالنسبة على سبيل المثال الاكس راي الاعتيادية لل فلنفرض الهاند على سبيل المثال، الهاند اكيد احنا يجب نحدد بالكولوميشن او الدايفرام انه انا اريد هذا الجزء يطلع لي بالصورة الهاند بالكامل. نفس الحالة بالنسبة لي السيتي سكان، سيتي سكان ايضا بي تو هوريزونتال لاينز خطين افقيين الغاية من عندهم تحديد الجزء المراد تصويره. الخط الاول طبعا يكون اب اوف سكيل، the first horizontal line يكون up of scale أعلى الجمجمة تقريبا بثلاثة سنتيمات أو أربعة سنتيمات، والخط الثاني the second line center mark تكون on the chin على ال chin يعني منطقة الذقن. هنا طبعا حسب ما تشوفون أنتوا قدامكم عندنا بالنسبة أني هنا متطرق إلى نفس الموضوع إنه الخطوط الموجودة لكن مثل ما تشوفون بالصورة واضحة. هناك two horizontal lines خطين، الخط الأول يكون على الجمجمة والخط الثاني يكون أسفل الجمجمة تحديدا على منطقة الشين الذقن. مثل ما تشوفون أكو خط يكون قريب من الأذن ما بين العين والأذن هذا الكورونال لاين، أو ممكن تخلي على الأذن مباشرة أو between يعني in midline ما بين العين والأذن هذا الموضوع ما يأثر. بالنسبة لي السجيتال لاين طبعا سجيتال لاين يكون in midline في خط الوسط of the body اللي طبعا divided the patient إلى right left، وعندنا بالنسبة للكورونال لاين divided the patient إلى anterior و posterior وهذا نعرف إنه يقسم الجسم إلى أمامي وجنوب أمامي والعفو إلى خلفي. نيجي هسه بالنسبة لي السنتر مات chest أو chest سيتي سكان. أهم بالنسبة للتشيست سيتي سكان طبعا هنا أنا مركز لكم عليها ومخلي لكم إياها باللون الأحمر لما لها من أهمية، وهاي السنات ركزوا لي عليها كلش زين كلش مهمة وممكن تنسألون عليها. The center of the chest CT scan is from the last cervical vertebra طبعا هو يكون من آخر فقرة عنقية to the last rib of the chest إلى آخر ضلع من أضلاع الثوراسيك كيج القفص الصدري، يعني نقدر نقول من آخر فقرة السيرفايكال سباين شنو عندنا C7 هذا المحدد الأول اللي هو الأول خط أفقي يعني the first horizontal line يكون من بالنسبة للتشيست يكون من آخر فقرة عنقية C7 حتى آخر ضلع اللي هو الفلوتينج ريبز اللي هو الأضلاع العائمة، ولا ضير من إنه نطلع جزء من الدايفرام أو جزء من الأبدومين هذا ما يأثر لأنه إحنا بكل الأحوال إحنا راح نسوي يعني كولوميشن تحديد ثاني بعد ما نكمل هذا السنتر عن طريق الكمبيوترز. واضح بالنسبة للتشيست سيتي سكان وإن شاء الله يا ربي تكون الأمور سهلة عندكم. هاي كلش مهمة انتبهوا لي عليها. بالنسبة لي الابدومين سيتي سكان، the center of the سيتي سكان يكون of abdomen يكون from the last cervical vertebra من آخر فقرة عنقية وأيضا يكون من السي 7 إلى البوتوم يعني إلى أسفل of pelvis من البيلفس، ولا ضير إنه تطلع البيلفس بالكامل حتى cover the entire abdomen تغطي كامل الابدومين، وممكن من خلال هذه التغطية أنت قد تلاحظ من خلال الصورة الأولى اللي راح ناخذها راح نلاحظ إنه قد نلاحظ موضوع abnormal يكون بمنطقة البيلفس أو منطقة البلادر، فضروري إحنا نصور. وإحنا بكل الأحوال إحنا نطينا جرعة عالية للمريض، السيتي سكان عبارة عن جرعة عالية من الإكس راي، فبكل الأحوال أنت ما راح تقدر تتجنب هاي الكمية العالية من الجرعة، فأنت تصور الجزء كله بعدين تحدد الجزء اللي أنت تريده حسب المقاطع اللي أنت تعجبك أو السلايسات اللي أنت رايتها تطلع. هذا بالنسبة للتشيست سيتي سكان والأبدومين سيتي سكان. نيجي هسه إلى خطوات عملية بعد ما كملنا عملية السنتريشن سنترة المريض.
نجي إلى خطوات عملية. أول خطوة نبدأها، طبعا احنا نعرف بالنسبة للتصوير بالإكس راي ماشي، والتصوير بالألترا ساوند، والتصوير بالإم آر آي، والتصوير بالسي تي سكان، أو التصوير بأي جهاز طبي آخر، يجب إدخال بيانات المريض، البيشنت ريجستريشن، تسجيل بيانات المريض. هذه اللوحة اللي تشوفوها قدامكم كلش مهمة، انتبهوا لي عليها. هذه اللوحة اللي تشوفها قدامكم هي عملية إدخال بيانات المريض في الكمبيوترز، اللي تتكون من تفاصيل بسيطة كلش، معلومات عامة عن المريض، last name الاسم الأخير، first name الاسم الأول، patient ID. طبعا البيشنت ID كل مستشفى إلها ID للمريض. أكو بعض المستشفيات عندها قاعدة بيانات أو database، ده هاي database عن هاي database خاصة بالمرض. يعني أكو بعض المرضى عندهم history، يعني history أو medical history، تاريخ طبي بهذه المستشفى، عنده قاعدة بيانات وعنده معلومات خاصة ممكن أنت ترجع لها وتستفاد من هذه البيانات وتكمل بعدها. لكن أكو بعض المرضى يجوك جدد، أول مرة دا يجي ياخذ سيتي سكان، فأنت ممكن تنطي آي دي جديد من عندك، واللي هو يكون عبارة عن رقم. بالنسبة للديت أوف بير، تاريخ الولادة، هذا موضوع طبيعي. بالنسبة للسكس، الجنس، ميل فيميل وما إلى ذلك. الإيج العمر، الهايت الارتفاع، الويت الوزن، هاي الأمور كلش مهمة أنت لازم تكتبها. بالنسبة لي الاديشنال انفورميشن هاي ما لها علاقة بالموضوع، يعني ليست ذات أهمية. بالنسبة لي الاكسكيشن نمبر أيضا هذا ليس ذات أهمية. ريجستد اي دي أيضا هذا رقم خاص بالمريض، انتو إذا توفر يكتب وإذا لم يتوفر لا يكتب. لكن أهمها اللي هو ما يسمى بالبيشنت بوزيشن، وضعية المريض. البيشنت بوزيشن وضعية المريض، هاي نحدد وضعية المريض، هل هو بالوضعية supine lying on the back، أو هو بالوضعية prone lying on the face، head first، feet first، lateral right side، lateral left side، وهكذا. نجي عندنا طبعا مثل ما تشوفون قدامكم، أما عندنا بالنسبة للinstitution name أو الoperation هاي ليست ذات أهمية. بعد ما كملنا هذه البيانات وكتبناها، راح عندنا مثل ما تشوفون أن مكتوب بري ريجستر، هذا البري ريجستر غير مفعلة. عندنا exam search cancel، بعد ما كملنا تسجيل بيانات المريض راح تتفعل لي وتتنشطني كلمة exam، فننقر عليها. راح ننتقل إلى اللوحة الثانية أو القائمة الثانية. القائمة الثانية the second step، هاي طبعا to choose the type of special protocol and position of the patient. من خلال هذه الأمور نختار نوع البروتوكول الخاص بالمريض، وأيضا عندنا البوزيشن الوضعية. عندنا طبعا مثل ما تشوفون patient بالقائمة أو عنوان القائمة. عندنا بالنسبة لي ممكن هل هو المريض adult أو child نحددها، مثل ما تشوفون بال الإعازات اللي موجودة عندنا. المريض ممكن يكون هاي الاختيارات وبها صور واضحة لي من خلال النظر إليها. يعني مثل ما تشوفون أما يكون البيشنت supine head first، الرأس هو اللي أولا يدخل إلى الجانتري، أو يكون prone head first، أو يكون lateral على left side head first، أو يكون lateral على right side head first، أو يكون supine بس feet first، أو يكون prone feet first، أو يكون lateral left side feet first، أو يكون lateral right side feet first. طبعا هاي عندنا بالنسبة لي نوع البوزيشن اختارينا. نيجي بعد ما اختارينا البوزيشن نيجي نختار البروتوكول المستخدم حسب الشكل اللي تشوفوه قدامكم. انه انا ممكن اذا رايد براين راح اشير على منطقة البراين، رايد تشيس راح اشير على منطقة التشيس، رايد الابدومين اشير على منطقة الابدومين. راح تطلع لي مجموعة بروتوكولات، من خلال هذه البروتوكولات سوف اختار البروتوكول اللي انا اريده او اللي مطلوب مني. فلنفرض اصور براين سيتي ومطلوب من عندي براين سيتي فقط،
بدون أي تفاصيل أو details أخرى. إذا اختار brain routine. brain routine. فرضا رايد من عندي brain angio، يعني عملية تصوير الأوعية الدموية الموجودة بالبرين. راح اختار شنو؟ brain angio. راح ألقى جزء من هذه البروتوكولات أو الاختيارات brain angio. أجي لو فرضا أريد أصور nerves الأعصاب، راح ألقى مكتوب brain neuro، اختار brain neuro. اختار البروتوكول على حسب ما معطى أو ما مطلوب مني. مثل ما تشوفون بالصورة اللي قدامنا، هو مؤشر على منطقة التشيس، وانت من خلاله تقدر تختار منطقة الثوراسيك. انا رايد الثوراسيك سباين، رايد عندي الثوراسيك روتين في حالة ما محدد شنو اللي مطلوب من عندي بالثوراسيك. جوز رايد من عندي اللانج، جوز رايد من عندي بلاد فيزل فحدد يا رايد انجيو، جوز رايد من عندي نيرفز اعصاب، وهكذا. بعد ما كملنا هاي الامور نضغط على اوكي وننتقل الى اللوحة القادمة. طبعا لحد الان احنا دا نشتغل، لحد الان احنا ما دخلنا بالاجراءات العملية بالنسبة لي السيت سكان. The third step يعني الخطوة الثالثة من عملية التصوير بالسيت سكان، طبعا هي اول لقطة، اول اشعة، اول صورة انت راح تاخذها للمريض، هي وكأنه انت دا تاخذ اكس راي اعتيادية، بلين اكس راي، صورة اعتيادية للمريض اللي هي تسمى بالتوبوغرام. هاي كلش مهمة وأنا خليتها بلون أحمر لأن كلش مهمة. التوبوغرام، هذا التوبوغرام اللي هو صورة مثل ما تشوفون هسه مصور جسم الإنسان، صورة أي بي. هل هذه الصورة صورة سيتي؟ ليست صورة سيتي، هذه الصورة وكأنها صورة أشعة اعتيادية بالإكس راي مشين الاعتيادي. لكن بعدين راح نجري بعض ننطي بعض الإعازات ونسوي بعض الأمور اللي من خلالها راح نحصل على مقاطع لهذا الجزء اللي صورناه بالبداية اللي هو التوبوغرام، فتطلع لنا صور اللي يتمثل السيتي سكان سلايسز. نجي أولا نضغط على، راح نشوف مكتوب إلى الأسفل اللي هي ما يسمى باللود. لود يعني إنه عملية تحميل الصورة. نضغط على لود راح تطلع لي الظهورة الصورة اللي تشوفوها قدامكم. اكو محددين بالخط، خطين بنفسجيين اللي هما مشابهان للخطين الافقيين اللي استخدمناهم بالسنترة على التيبل. حسب ما نتذكر سابقا احنا سنترنا المريض عندنا تو هورزنتال لاينز، ان الاول كان يكون حتى نحدد به الجزء المراد تصويره. هنا نفس الحالة راح اجي احدد الجزء اللي انا اريد اصوره، اريده من هذا المنطقة الى هذه المنطقة حسب ما اني رايد او حسب البروتوكول اللي انا رايده. حددت هذا الجزء، انطي لود، راح يبدي شنو؟ طبعا راح ينطيني اعاز، راح يقول لي ستارت، انطي اكسبوجر هسه حاليا، راح اضغط راح ياشر لي اكو بوتون لونه اصفر عليه شعار الاشعه، هذا من يبدي يرمش بما معناه انطي اكسبوجر. راح اعطي اكسبوجر، لما اعطي اكسبوجر بعد انتظر شوية راح يقول لي موف، حرك البيشنت، حركت المريض. أنا أبدأ أتحكم هذا الموضوع من خلال كنترول بانلز أوتسايد خارجية، بعدين إن شاء الله راح نتطرق لها. بعد ما كملتها راح ننتقل إلى خطوة عملية مهمة جدا اللي هي الام بي ار أو ما يسمى بالمالتي بلانر ريكونستراكشن، اللي هي إعادة بناء الصورة من أكزيال إلى كورونال أو ساجيتال على حسب ما مطلوب مني. نيجي طبعا بالنسبة لي هسه صار عندنا صورة توبوغرام وصار عندنا صورة سيتي سكان. طبعا الصورة اللي على اليمين هي تمثل صورة للسيتي سكان. طبعا احنا ريكونستراكشن، طبعا عندنا مجموعة من الاعتادات الريكون جوب مثل ما تشوفون، اكتب 1 2 3 4 5 6، هذا الريكون جوب. نحدد من عنده نوعية، يعني مثلا كم مليم، المليم ما بين سلايس وسلايس كم مليم، الويندو اللي انا رايده، يا ويندو بون ويندو سوفت تشو ويندو، شنو اللي رايده اني احدد هاي الامور. اكو على جهه اليسار مكتوب 3 دي اكزيال، هذا في حاله انا رايده بالوضعيه الاكزيال فقط، لكن ممكن اريد اني ريكونستراكشن بس يكون 3 دي، يعني بالوضعيه الاكزيال والكورونال والساجيتال.
ننطير Construction راح تظهر لي الصورة كما هي موضحة الكومبلي سلايد هذا. طبعا الصورة اللي بالأسفل هي صورة Axial، طبعا الصورة اللي حولها إطار أحمر طبعا هي صورة Sagittal، والصورة اللي على اليمين هي Coronal. وإحنا ممكن أيضا نحدد السنتر ونتحكم بالصورة ونرتبها على حسب ما إحنا نريد. نجي طبعا هاي أيضا صورة توضيحية أخرى للسابق. نجي عندنا بالنسبة فلنفرض بالنسبة لهاي، هاي الخطوة اللي هي خطوة تقطيع الصورة وتحديد الجزء أنا اللي أنا رايده ومقدار الكم يعني السلايسات اللي أنا رايدها والطباعة صورة عامة. نجي طبعا حسب ما تشوفون أكو على بالجهة اليمين في الأسفل أكو عبارة عن صور لجمجمة وعليها تحديدات. كل ما تأشر على صورة أو اختيار من هذه الاختيارات راح يطلع لك مكتوب عليها فد اسم، يعني تأشر عليها ممكن يطلع لك هاي كورونال، إذا تعرف إنه أني دا أحدد هنا الكورونال وراح أشتغل عليه. أحدد على الثاني مكتوب عليه سجيتال أكزيال كات، أو مثلا أني رايد الصورة تطلع لي 3D، يعني هاي إعازات مجرد ما تأشر عليها راح يطلع اسمها، يعني الموضوع كلش بسيط مو معقد مثل ما دا تشوفون أنتو بالصورة. هذه طبعا الصورة للبرين سيتي سكان بالنسبة للمحددات. ضغطنا حددنا موضوع الكورونال، نيجي مثلا انا اريد للاكزيال، حددت منطقة الاكزيال من خلال التولز الموجودة عندنا على اليمين، حددت الاكزيال. الاكزيال راح يطلع لي هذه القائمة الصغيرة اللي تشوفوها انتو في الاعلى. نيجي الى القائمة الصغيرة نحدد اولا الثيكنس الماتش ثيكنس سمك الصورة، شقد انا رايد سمك الصورة 5 ملم 6 ملم 5.5 10 كيفي حسب ما أنا أشوفه مناسب، ولكل تكنيشن تكنيك خاص ب حسب ما يناسبه واللي يكون أكثر وضوحا، أهم شيء إنه تكون أكثر وضوحا ودقة. بالنسبة للديستانس بتوين إماج يعني المسافة اللي تكون ما بين الصور، هاي أيضا تكون بالملم تحددها. بالنسبة للنمبر عدد أوف إماج عدد الصور ايش قد رايدها 20 30 35 40، شوف انت حسب تقسيمات الفيلم ايش قد تريد تقسم الفيلم، تقسمه 20 تقول راح تقول مثلا 4 في 5، تقسمه الى 25 تقول 5 في 5، تقسمه الى 30 راح تقول 5 في 6 وهكذا. بعد ما حددت هاي الامور راح انطي ستارت بعدين سيف بعدين كلوز وانتهى الموضوع. نيجي هسه الى بعض الادوات الخارجية اللي ممكن احنا نستفاد من عندها. Important Samples of Inside City Rooms، طبعا هذه لوحة التحكم او الكنترول بانلز تكون inside، وين يعني inside؟ يعني داخل غرفة الاشعة، داخل غرفة الاشعة او داخل غرفة السيتي روم سيتي سكان. لوحة التحكم تكون على الجانتري بها مجموعة من الازرار اللي نتحكم بها بحركة المريض وما الى ذلك والسناتر. حسب ما تشوفون كل مؤشر محدد انه هذا الرمز هو رمز شنو، هو السنتر لايننج بوتونز اللي هو سنترة المريض، اظهار اللاينات اللي انا راح اسنتر بها المريض. بالنسبة لرفع المريض راح يكون البيشنت اب من خلال علامة المريض، اكو صورة مريض معناه رفع المريض الى الاعلى، رفع البيشنت داون انزال المريض الى الاسفل. عندنا الفيد ان اللي هو موف ذا بيشنت انسايد وموف ذا بيشنت اوتسايد، ادخال المريض داخل الجانتري واخراجه خارج الجانتري. ممكن نحتاج الى انه مثلا يكون التيبل مائل فممكن نستخدم ازرار اخرى لكن هذه اقل استخداما. هذا هاي كلش مهمه لان تكون انسايد سيتي روم. بالنسبه للكنترول بانلز يكون اوتسايد اوف سيتي سكان روم، هذه لوحه التحكم طبعا تكون يعني نير اوف ستاف قريبه من التكنيشن من الموظف او التكنيشن. طبعا مثل ما تشوفون ان الزر اللي بالوسط هو moving patient in and out gantry، تحرك المريض الى الداخل او الخارج. بالنسبة للستوب هو عبارة عن واضح emergency buttons يعني زر طوارئ للاطفاء في الحالات الطارئة، لو على سبيل المثال لا سمح الله حدث اي خلل بالجهاز ممكن اطفاء مباشر او manually.
بالنسبة لي الأزرار اللي فوق مثل ما تشوفون زر وكأنه حاكية، وزر عليها ear أذن، فهذه تستخدم for communication with the patient and give instruction to him، يعني هذا للتواصل ما بين ال technician and patient. يعني ممكن نقول له take a breath، خذ نفس، hold a breath، امسك النفس. ممكن نقول له don't move، لا تتحرك. ممكن نقول له اكتمل الفحص، انزل. يعني نعطي إعازات ما بين ال technician and patient. بالنسبة للزر الأصفر اللي دا تشوفه قدامكم هو exposure buttons، ها من خلاله نعطي حسب ما ذكرنا سابقا، انه قلنا لما يعطيني start ابدأ التصوير واعطاء slices of image، راح يأشر لي هذا الزر الأصفر راح يبدي يضوي، نضغط عليه انه انا اعطي exposure تمام للمريض. هاي كلش مهمة، انتبهوا لي عليها، كلش مهمة، ركزوا عليها طلاب. طبعا لحد الآن احنا ان شاء الله كملنا المحاضرة، الامور اللي ركزت عليها ديروا بالكم عليها كلش مهمة، ممكن تنسألون عنها، وحتى ان شاء الله تكون على بينة، واتمنى يا رب تكونون استفاديتوا من هاي المحاضرة، وان شاء الله اي سؤال عندكم او اي توضيح انا حاضر للي يريد يسألني. وأتمنى لكم الموفقية والنجاح الدائم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.